3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي بالتعاون مع شاشة عمان تي في. وبرحب بكل إخوان أخواتي اللي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، فيا مرحبا بكم جميعا. وماشيين احنا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بدي يبني مجتمع، اللي بدي يبني دولة، اللي بدي يبني فكر، اللي بدي يوحد ثقافة ناس، اللي بدي يقاوم عدوه، اللي بده يعزز جبهته الداخلية. فليس لك إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها عبر وفيها قدوة. وعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكنه معزز من الله تبارك وتعالى. ولما يكون معزز من الله تبارك وتعالى معناته كل أعماله صح، كل أعماله صح النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بقعد بدل ما أقعد يعني أجرب في الناس وأجرب بالحياة، لا، ما النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني جاهزة. قال إنك امرؤ ضعيف، انتهت القصة. لا تحط واحد ضعيف في منطق المسؤولية، ما تحط ضعيف في منطقه، ضعيف في فكره، ضعيف في جسده، ضعيف في أدائه، فقط هاي قاعدة. إنك امرؤ ضعيف، انتهت القصة، وإنها أمانة، انتهت. قال لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بجمل له رغاء، خلص، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحدنا فكر الناس نحو الأمانة، من غش فليس من، وحدنا فكر الناس على حرمة الغش. فأنت اليوم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام علاج. بدأ الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من آمن بسيدنا النبي زوجته. قلنا لازم يكون البيت الداخلي، لما يكون البيت الداخلي متراس، لما يكون البيت يكون البيت الداخلي مختلف. فأسلمت ستنا خديجة رضي الله عنها، وأعرف الناس بالإنسان، يعني ليس معاذ الله الواحد مش قادر يحكيها. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هالدعوة اللي ادعاها من النبوة فيها إشكال، كان زوجته ما آمنت فيه، ما هي شايفيته، هي زوجته اللي شايفيته، ترى قيامه من الليل، ترى صيامه من النهار، ترى كل أحواله. وأول واحد يآمن في النبي عليه الصلاة والسلام كانت ستنا خديجة زوجته، اللي شايف كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وآمن ورقة ابن نوفل، سيدنا ورقة آمن، إجا يطوف عند الكعبة ولقى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هات احكي لي شو اللي شفته. قال له شو اللي شفته؟ شفت جبريل. قال له بس ليتني فيها جدعا، مش الإخوان بمصر بقول لك جدع، هي لغة عربية فصحى، ليتني فيها جدعا يخرجك قومك. قال أمخرجيهم؟ معقول راح يطردوني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا من سادة قريش، أنا الصادق. أنا قال له اسمع اسمع، ما جاء أحد بمثل ما أتيت به من الإصلاح، مش الصالحين، من الإصلاح، إلا أخرجه قومه. هو سيدنا لوط شو كانت مشكلته؟ أخرجوهم، أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فما في إنسان جاء بدعوة الإصلاح، هذا ورقة ابن نوفل بيحكي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وأخرجوا قومه، فرح يخرجوه. يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجيهم؟ قال له بس رح يخرجوك. ودارت الأيام وطلعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قالوا تعال بدك تصير نبي وإيمان وإسلام ماشي، بس اجعل للسادة مجلس وإلنا مجلس، إحنا إلنا مجلس وللعبيد مجلس، هذول العبيد كيف نقعد معهم؟ ما آمنوا بوحدة الجنس البشري، ما آمنوا. هاي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، والله لليوم، لليوم اللي إحنا فيه، وفي ناس ما بيآمنوا فيها، لليوم اللي إحنا فيه يقول لك أنا ابن فلان، إحنا عشيرتنا فلان، يا سيدي عشيرتك فلان على عيني وراسي، بس كونك من عشيرة فلانية مش معناته أنت أحسن من عشيرة فلانية. أنت مش عارف أنا منين، أنا ابن المنطقة الفلانية، أنا ابن فلان، أنا ابن علة. طيب كلنا لآدم، فكرة إنه كل لآدم ما آمنوا فيها، ما كانوا آمن. وفي ناس لليوم لا يؤمنون به. ولذلك لما الصحابي شو قال لواحد من الخدم، يعني قال له يا ابن السوداء، سؤال هو أم سودة ولا مش سودة؟ أم سودة، يعني ذكره فقط فيما فيه، أيوة صح، يعني ما كذب، لا
ولكنه ذكرها على سبيل يعني على سبيل الاستخفاف، انت ابن السودة. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنك امرئ فيك جاهلية، الذين ينظرون إلى الناس بطبقيات وترفع، وأن هنالك منطقة أفضل من منطقة، أو عشيرة أفضل من عشيرة، أو أن هنالك جنسا أو عرقا أو لونا أو نسبا أفضل من الآخرين، هذا فيه جاهلية. إحنا النسب الوحيد المشرف هو نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذرية النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا عن ذلك. وحتى النبي من تواضعه قال إحنا كلنا زي بعض، لكن إحنا في داخلنا أدبا مع رسول الله ومع ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آل البيت على عين وعلى الرأس، لكن على حقيقة الأشياء نازي بعض. كل الذين ينادون بعنصريات، كل الذين ينادون بإقليميات، كل الذين ينادون بمناطقيات، كل الذين ينادون بعرقيات، كل الذين ينادون بأفضليات عشائرية، وأنا بين عشائر، مش إنه أنا يعني العشائر على عين وعلى الرأس، لكن أفضلية العشائر أقول ابن القضاء وبس واقطع. لا يا ليش يا حبيبي اقطع؟ الأمهات ما ولدت سوى هؤلاء مش صح. اللي بيقول لك احنا عشيرتنا بس، لا مش صح. كل الذين ينادون بمثل هذه النظرات الضيقه هؤلاء ما فهموا الاسلام، ما فهموا الاسلام. وحتى الذين ينادون بطبقيه بين المراه والرجل، لانه الله قال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، من انفسكم فهي مخلوقه مني، فايد اليمين مش احسن من الشمال، ولا الشمال احسن من اليمين، ولا عين اليمين احسن من عين الشمال، ولا الشمال احسن من اليمين، ولا أذني أحسن من أنفي، ولا أنفي أحسن من راسي. ما هو منك، ما هي منك. فكل الذين ينادون بهذه الطبقية، كل الذين ينادون بهذه التفرقة، كل الذين ينادون بهذه الجزئيات، هؤلاء ما فهموا الدين. قال له: إنك امرئ فيك جاهلية. شو كانت ردة الفعل؟ ردة الفعل أنه رجع عند هذا ابن السوداء اللي قال له يا ابن السوداء، ونام على الأرض وقال له: بد والله عزمت عليك، عزمت عليك يعني والله عزمت عليك لتطأن بقدمك السوداء عنق ابن البيضة، والله لتدعس على رقبتي مشان أكفر عن ذنبي ومشان أداوي النفس اللي خرجت عن طاعة الله عز وجل ونظرت للناس بنظرات فيها فصل. اليوم بيجي بيقول لك: والله فلان من المنطقة، ليش فلان أحسن من ما في أحد؟ إن أكرمكم عند الله أتقى. الخلق عيال الله، يعني الله عز وجل بيعولهم، بيطعمهم، بيشربهم، بيكسيهم، الله عز وجل. وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيال، أحبهم إلى الله أنفعهم لعيال. أما لأنك فلان، لأنك علان، لأنك من المنطقة، له هذا عند الله عز وجل، والله يا إخوان ما له حسبة، والله يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وفهمنا، والله إحنا لولا الدين شو بعرفنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل السمين، السمين، شوف كلمة السمين، السمين العظيم، يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جرش، في لغلوغ، شغل شفوف، حالته حالة، بس هل هو شغل فكر؟ لا مش شغل فكر، لا مش شغل فكر. أحبهم إلى الله أنفعهم لعيال. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة يطأه الناس كما يطأون الذر. كان بالدنيا بده 4-5 لما يفتحوا له الباب ويلاقوه عاملين له هالليلة، بيجي يوم لقاه ما في، لأنه فكر ما عنده. ولو كان أصلا صاحب ذكر لكان صاحب، لو كان صاحب فكر لكان صاحب ذكر، وإذا كان صاحب ذكر لكان متواضعا، لأن التواضع هو نتيجة الفكر، إنه أنا عارف حالي مين. تجي تفهمني مين أنا؟ اجى واحد عند سيدنا عمر صار يقول له: يا سيدنا يا عمر، وانت اللي ما في زيك، وسيدنا يا عمر، سيدنا يا عمر. طلع في سيدنا عمر قال له: اسمع اسمع اسمع، امسك 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 حالك، ضب لسانك، امسك عليك لسانك، لست بالخب حتى تخدعني، انا مش مهبول عشان تقعد تضحك علي بكم من كلمه، ولا بالجاهل لتعلمني نفسي. انا لا انا جاهل بحالي مش عارف حالي مين، ولا أنا مطقطق عشان تقول لي أنت وأنت 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 وتوكل عقلي بكلمتين حلوات، فضب لسانك ويقعد ساكت أحسن لك، والله ترى بقوم يعني منطق سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر، بيبني فكر سيدنا عمر. مش معناته هذا ما نكبرش كبار، لا، إحنا منعظمهم منبجلهم منحترمهم، لكن هو لا تطلب. يعني في فرق، احنا كمان أمة مؤدبة بتعرف يعني مرامي الكلام وبتعرف كيف تشتغل. ايوه،
النبي عليه الصلاة والسلام هاي قصة إن والله مين أحسن من مين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضلية القائمة بيننا مين الأكرم عند الله، مش اللي لسانه أطول. والله اليوم الناس بخافوا إن أبو لسان طويل، ولك يا عم بلاش شرشحنا بكرة، بلاش يا عم يكتبوا علينا، وبلاش يا عم يحكوا علينا، وبلاش بكرة المواقع تكتب عنا. والله العظيم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، مش حبا فيه. شر الناس أسوأ فئة بالبشر اللي الناس بتحاشوهم خوفا من شر. كل شيء حكى النبي، كل شيء حكى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنوقف فاصل وراجعين، فحياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي بالتعاون مع شاشة عمان تي في، وبرحب بكل إخوان أخواتي اللي متابعين على صفحتنا على الفيسبوك، حياكم الله جميعا. الله يحييكم جميعا شباب الفيسبوك. إيمان الدراوشة يا مرحبا فيك يا أختي، ومريم علي. يعني مع الأسف إحنا اليوم عايشين بالقرن 21 ولسه في ناس بيقول لك ليش ما رضي زوجوك، والله لأني من المنطقة الفلانية، لأني من المنطقة العلانية، ولسه في حدا بيقول منطقة فلانية وعلانية، ولسه في حدا بيحكي بهذا المنطق. شوف إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، ما قال من ترضون منطقته وجيبته صلى الله عليه وسلم، أعطاك القواعد، قال لك إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، هاي اللي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال لك والله إذا إجاكم ابن المنطقة الفلانية ولا ابن المنطقة الفلانية، ما قال لك هيك النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا إجاكم اللي معه الرصيد الفلاني واللي معه الرصيد العلاني، ومش معناته حرام إن أتزوج تتزوج من واحد معه فلوس ولا تتزوج أنت من واحدة معها فلوس، هذا مش حرام. بس أنا بقول مش حاجز أن لا يكون حاجزا إن والله قصة المناطق، قصة المناطق هذا ما بيجوز، هذا مش مع الإسلام مش مع الدين. يقول لك أنا ما بعطي ما بجوز لشركس ليش ما لشركس على سلامتهم، على سبيل المثال يعني احنا والله عرب وهم شركس ما بنعطيهم، ليش ما تعطيهم يا حبيبي؟ لا يا اخي هذول شيء، او احنا والله مثلا، او ما بنعطي لاهل الشمال، احنا ما بنعطي لاهل الجنوب، احنا ما بنعطي لبدوي، احنا ما بنعطي لفلاح، شو الحكي الفاضي هذا؟ كلام مش من الدين هذا، والله يا اخوان كلام ما هو من الدين ولا هو من العقل في شيء ابدا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هاي أمل بتقول لي كلام حق، الحمد لله. سناء يوسف الله يحييك. خلود خالد يعيننا يا شيخ، يا رب الله يفرج عنا وعنكم جميعا فرجا عاجلا قريبا، قولوا اللهم آمين. هاي القعدات الخاصة. إيمان دراوش الله يحييك يا إيمان. أحمد جميل صقر، صقر قريش والنعم. مين هو صقر قريش؟ تعرف مين صقر قريش؟ صقر قريش اللي هو عبد الرحمن الداخل، طلع من بغداد وراح على الأندلس وأسس دولة كاملة هناك، أسس دولة. أسس دولة هناك وبعدين ما فيها نخل، فلما صار خليفة وحاكم جاب نخلة، جابوا لي اياها بالبحر، جابوا لي اياها بالبحر وزرعها في قصره هناك، وكان مرات يقعد هناك هو خليفة. شوف تخيل بالله عليك، انا على اساس نفهم ويقعد عندها ويصير يبكي، يعبط النخلة يصير يبكي، يحن إلها يحن إلها. كم أتمكن من العثور على يصير يبكي. شوف الغربة كيف كان عامل فيه، هو خليفة وهو يعني قصته قصة، ومع ذلك يقعد عند النخلة ويحكي معها شعر ويسولف معها ويضمها ويصير يبكي. أي نعم.
بورك تبو غياث، الله يرضى عليكم جميعا. والله يا أسامة حط لي كاس الشاي لأن ريقي ناشف. جاهزين؟ يا ربي يحفظك. شو عندك معلومات؟ ستاند باي سي. يلا يلا 4 3 2. يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييكم جميعا في إذاعة يقين وبرنامج هم كم بتعاون مع شاشة عمان تي في. أسلمت ستنا خديجة والنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق عليه الإسلام، قال له سمعا وطاعة. هذا الصح، الإسلام لا يعرض الإسلام على عاقل، ما في عاقل 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 يعرض عليه الإسلام اللي بيقبله، لأنه إذا في عندك إشكالية تنحل، أما إذا في عنده عداوة لا، موضوع العداوة هذا ما لهوش حل، يعني كل شيء لقيت له حل إلا الحقد، الحقد ما لهوش حل. ولذلك الأحقاد ضد الإسلام، أيوة الأحقاد اللي ضد الإسلام لن تنتهي، يعني راح يظل ناس يحكوا على الدين ويحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى. لكن شوف يا أخواننا، كل من يتكلم على الإسلام هسه يأسلم ما يأسلم هذا ما لناش علاقة فيه، لا إكراه في الدين، هاي القاعدة. تأسلم ما تأسلم أنت حر، عند ربك بتتفاهم، عند الله عز وجل تجتمع الخصوم. لكن كل من يتحدث عن الإسلام، كل من ينتقد رسول الله، كل من ينتقد تشريع الإسلام، كل من ينتقد عقائد الإسلام، أنا أجزم أنه ناقص في عقله. السبب أنه ينتقد كاملا، وهذا اللي بقول كلمة كامل مش يعني متعاطفا، لا 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 لا، الأدلة والإثباتات موجودة. أتحدى أن تجد حكم من أحكام الله عز وجل، حكم واحد من أحكام الله حتى لو ما عجبك، إلا وتجد فيه العدالة. كل اللي بيحكوا على الدين، كل اللي بيحكوا على الإسلام، كل اللي بيحاولوا يشوهوا صورة الدين والإسلام، هؤلاء عندهم نقص في عقولهم، والله مجانين، أقسم بالله مجانين. يعني هو قاعد يكشف عن غبائه. أنا بقول لك كل من يتحدث ينتقد الإسلام، مش كل غير مسلم، لا، مسلم أو غير مسلم أنت حر، لكن اللي بيحكي على الإسلام بيحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم بالله أنه غبي، ويكشف غبائه مين ما كان يكون. لأنه زي ما يجي واحد يقول لك بدي أثبت لك إنه النار ما بتحرق، يا حبيبي ما هيها، لا النار ما بتحرق وعندي أدلة وإثباتات، بتقول هذا مجنون، لأنه يناقش في حقيقة موجودة. لو واحد قال لك بدي أثبت لك الشمس بتطلع بالليل، قل له على فكرة أنت يعني ما مخك مطقطق يا حبيبي، ما نحكاش فيه الموضوع، بنحكاش فيه. إذا اليوم واحد بيحكي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا اليوم واحد بيحكي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ما مخ ما عنده، لأنه تعال هاي الواقع تثبت إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كامل مكمل، كامل في أوصافه، كامل في صفاته، كامل في سكناته، كامل في حركاته، كامل في ابتسامته، كامل في ملبسه، كامل في تفكيره، كامل في ذكره، كامل في فكره، كامل في كل قضية يتبناها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كامل. إذا واحد اليوم يجي يناقشك إنه 9 في 9 تساوي 80 أو 82، بتقول له أنت مخك في شيء. كمال رسول الله لا يناقش. عندك مشكلة تعال نحكي فيها، عندك مسألة حابة تحلها تعال أتفاهم إياك عليها، ماشي نقعد إياك نتفاهم عليها، لكن الشتيمة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا، قلت عقل، قلت عقل. ولذلك يا مكثرهم قليل العقل، وكل واحد يريد أن يتسلق ولا ينشهر ولا يعمل ولا يقيم ويحط بصير يحكي عن الإسلام أو يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخ ما عنده. فسيدنا أبو بكر الصديق كان أول من أسلم رضي الله عن سيدنا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو أقرب الناس إلى رسول الله. ليش؟ طيب ما عمر أقوى منه، وعثمان أنفق أكثر منه، وبلال أقرب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، شو السبب في قربه؟ هون فكره أبي بكر قائم على الرحمة، ورسول الله فكره قائم على الرحمة. فكر أبو بكر قائم على الرحمة، وفكر النبي قائم على الرحمة، فكان اتحاد الفكر بينهما أن فيهما من الرحمة ما جمع بين قلبيهما وفكريهما وعقليهما وجسديهما محيا ومماتا. ولا سيدنا عمر أقوى من أبو بكر وبطح زلم أكثر،
وسيدنا عثمان أنفق أكثر. والله يلكتل اللي أكل سيدنا بلال بيوزع المدينة المنورة كلها مش أبو بكر الصديق. طب ليش ما يكون أمه أقرب؟ لا، القضية مش قضية مادة، القضية قضية فكر، على قدر رحمتك على قدر قربك. والدليل لما إجوا قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال له خليه يصلي بالناس، قالت يا رسول الله المفروض تفرح، أبوك بدي يصلي بالناس إماما مكان النبي عليه الصلاة والسلام، مفروض تفرح، مفروض عائشة اليوم تهلل فيها تنبسط تفرح فيها، تقول أنا أبوي بدي يصلي بالناس، يعني أبوها تفرح. قالت يا رسول الله إن أبا بكر عن أبوها رجل بكاء رحيم، وإنه لا يتمالك، بيقدرش يمسك حاله من البكاء إذا وقف مكانك، يعني هو شرف عظيم بس يا رسول الله مش رح يقدر يكمل بالصلاة. إن أبا بكر رجل بكاء، دمعته قريبة، قلبه رحيم، ما بيقدر يوقف مكانك، ما رح يطيق المنظر، ما رح يتصور المنظر إن واقف مكانك يصلي بالناس. إن أبا بكر رجل بكاء وإنه لن يتمالك، بس النبي حاسم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، سمعا وطاعة يا رسول الله. خلاص ما دام هذا أمر معناته مش موضوع، موضوع مشاورة، وراح وقف سيدنا أبو بكر يصلي بالناس مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا يعني فلت بالعياط ما قدرش كمل. هو ذاته هذا الرؤوف الرحيم لما جد الجد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف سيدنا عمر اللي كان قوي وقال والله واحد بيقول محمد مات لأذبحه، والله واحد بطريها ولا لأذبحه، ترى محمد راح يناجي ربه مثل ما ناجى موسى، وترى الله رفعه مثل ما رفع عيسى، والله واحد بيجيب سيرة موت النبي لأذبحه. فدخل سيدنا أبو بكر الصديق على النبي فسلم عليه وقبل جبينه وهو قد فاضت روحه، فقال طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. وطلع الناس، هذا الضعيف لم يكن ضعيف، إذن هو رقيق ورحيم مش ضعف، فرق هائل بين الرحمة والضعف، فرق هائل بين الرحمة والضعف. فأبو بكر كان رحيما وما كان ضعيفا، وأخذ الرحمة من رسول الله لكنه ما كان ضعف، والرحمة أبو بكر كان رحيما. ولذلك لما دخل شاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبض وطلع فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سيدنا عمر لما سمع الآية وقع على الأرض قعد. إذن أبو بكر شو كان؟ الرحمة ليست ضعفا، أتي مع قدرتك على أن تأخذ مكان في موضع قوة قادر على الله، هاي اسمها رحمة. وإشي في بعمل حال رحيم؟ لا يا حبيبي، لا. هاي إشي وهاي إشي، ولا التدبير والبخل، هاي شيء وهاي شيء، ولا الشجاعة والتهور، هاي شيء وهاي شيء. كم واحد أسلم على إيد سيدنا أبو بكر؟ أسلم على إيد سيدنا أبو بكر الصديق 20 صحابيا 20 واحد، واللي بيجمع بين 20 كلهم أغنياء وتجار لأنه دخل طبقته، لأنه كان يحكي مع طبقته. أسلم 20 واحد، أبو عبيد عامر بن الجراح، أبو سلمة، الأرقم ابن أبي الأرقم، عثمان ابن مضعون، هذا من الأسلموا، من اللي أسلموا كمان أسماء بنت أبو بكر الصديق، من اللي أسلموا اللهم صل على محمد سعد بن أبو وقاص، من اللي أسلموا أمين الأمة أبو عبيدة عامر الجراح، 20 واحد أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر الصديق. شوف كيف خزائن الخير انفتحت. هذا سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر ترى لو وزن إيمان الأمة في كفة، حطينا إيمان الأمة هون حطينا إيمان أبو بكر هون، مين بيرجح؟ إيمان أبو بكر. طب هو يعني كان يصلي بدل الفروض 5 6؟ لا، شيء وقر في صدره. شو اللي بقر في صدرك؟ الرحمة 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 هي الفاصل، على قدر رحمة في قلبك زرعت
على قلبي على قدر ما تتقرب بالرسول الله. رسول الله اللي بدك تيجي عنده مش بالعنجهية وأنه وبدفش الباب وبفوت خير إن شاء الله. أنا بعرف اللي بدفش الباب وبفوت هذا مش البني آدمين وبدفش الباب بيجوا، واللي عنجهية واللي مش عارف، لا هو الله ما راح يدخلنا الجنة بناء على المحافظات على فكرة ولا نسب توجيهي، على قدر الرحمة المزروعة في قلبك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا الحسن، قبل سيدنا الحسن أو الحسين، وكان عنده واحد من الصحابة قال له شو أتقبلون صبيانكم؟ طلع في النبي قال له أنت مالك؟ قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، عشان يطلعوا رجال. قال عليه الصلاة والسلام وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، يعني أنت صاير قدوة، إذا أنت رحمة ما في قلبك شو أسوي لك أنا؟ قال الطفل عشان ينشأ نشأة سوية من ناحية نفسية، الله يفهمها المعلومة، قال الطفل عشان ينشأ نشأة سليمة نفسيا لازم أمه تحضنه كل يوم كم مرة؟ 12 مرة. فمرة بالمحاضرة بالجامعة بقول له إيه، في واحد قال لي قال والله يا دكتور هاي صرت بالجامعة ما حضنت 12 مرة لليوم. الله يفتح علينا عليكم إن شاء الله فتوح العارفين. فاصل وراجعين فابقوا معنا، الله محييكم جميعا. فاصل وش اسمه البث شغال. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. صديقة شريف يا مرحبا فيكي. وحنين أهلا وسهلا. أي رقم سيدي؟ على يتصل على 86 السبعات يتصل. روح ما خربط عليك ذوقك بالتلفون. كان خربطنا وخدت رقم التلفون كله. اللهم ألبس الأنفس الرحمة. اللهم آمين. أمل بتقول ادعي لي ولأولادي ولوطني الحبيب لبنان. الله يفرجكم يا أخواننا في لبنان. نسأل الله تبارك وتعالى أنه يجمعكم على ما يحب ويرضى، يبعد عنكم شر الأشرار. وكيد الفجار. اللهم آمين. يلا حمزة الشامي الله محييك يا حمزة. هات ليش ظل يفصل الفيسبوك نفسه بيفصل. أنا كمان ثلث ساعة بخلص. طيب بديكم الله وصحبه لكم. يا زلمة بغار أنا بحيص مش على الهواء. يلا جاهز الإذاعة. حلال أو حرام لازم يكون بناء. محمود الأغوات الله محييك. إذا أنك اللي ببالي أيام الدفاع المدني الله أعلم يمكن. نور الدين أنا والله ما بعرف، وهذا تسأل عنه إني ما بعرفه. ألو
جباههم وجنوبهم. طيب دكتور ملحي ما ربنا سبحانه وتعالى تخصيص العذاب على الجباه والظهور، الحكمة ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يحمى عليها في نار جهنم عن الذين يخزنون الذهب والفضة، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا خصص الله المناطق هذه؟ جباههم لأنه لما الفقير إجا يطلب منه حصته زعل، قال له هيك، وقال له ما بدي هي جنبه، ودار ظهره ومشي. فالأماكن الثلاثة التي أساءت للفقير الله عز وجل يكويها بنار جهنم. نعم. يا نور الدين بعثت السؤال 100 مرة، أنا ما بعرف. ألو. السلام عليكم. سلمك الله. أنا جاهز. نعم. إن شاء الله. الجهل ليس من لا يكتب ولا يقرأ، إنما الجهل هو في الفكر والبعد عن الدين. أي والله يا سكينة. عندي إذاعة. الله يعطيك شر العدقة. هيك معجوق. اللهم صل وسلم. أنا سمراء وبشرتي حبوب مأثر على نفسيتي، وأدعو الله أن يرزقني جلد شديد البياض لأني أحب البشرة البيضاء. هل حرام أن يغير الله لون جلدي؟ الموضوع كله غلط، أنت فهمان الموضوع غلط. أنت واحد إلى واحدة نور الدين، شو ما كان نور الدين، أنت فهمان أختي إذا أنك بنت، فهمان الموضوع غلط. يعني هو الأبيض أحلى من الأسمر؟ مين قال؟ لا، الله عز وجل خلق منا السمر وخلق منا الأبيض، وما خلق الله إنسان إلا وفيه جمال. أبدا، كل إنسان خلق الله فيه جمال، الأبيض فيه جمال والأسمر فيه جمال، وفي ناس بيحبه وناس ما بيحب. فليش إحنا نغير؟ لا، إحنا مش نغير جلدنا، إحنا نغير نظرتنا للأشياء. مين قال إنه إذا كانت عليكم السلام إذا كانت بشرة سمرة معناته مش حلوة؟ لا، هذا الكلام مش صحيح، لكن نظرتنا إحنا للأشياء. في معنى اتصال. يلا. نعم جاهز. يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم جميعا في اذاعة يقين وبرنامج هم كمي بتعاون مع شاشة عمان تي في. الله محييكم. نستقبل اتصالاتكم على 569 33 77، 569 33 77. نبدأ باستقبال في اتصال. ألو. يا عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا، يا مرحبا، يا مرحبا. الله يبارك فيك، يطول بعمرك ويسلمك. اسألي. الكمامة بجوز فيها الصلاة؟ ما بيأثر، ما بيأثر. بالسجود تجوز الصلاة بالكمامة. تغطية الأنف لا تؤثر على صحة الصلاة، لكن الجبهة هي التي لازم تكون مكشوفة بمقدار الحلقة، هالقد لازم يكون مكشوفة، أما الأنف ما بيأثر. الله يتقبل إن شاء الله. الله يتقبل، الله يتقبل. يا مرحبا، معنا كمان اتصال. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
صلى الله عليه وسلم. صح. هم اخوانه، الله قال له لا تقصص رؤياك على اخوتك. طيب انا تفضلي في صحيح، انا بدي انصح نصيحه لوجه الله يا اخوان اخواتي. اليوم كل ما حطينا صحن حمص ولا حطينا طنجه ورق دوالي بنصورها فتصل بقاع الارض، النقطه الأولى تجرح انسان غير قادر. الامر الثاني، العائلات المحترمه لها خصوصيه، يعني انا من احترام لعائلتي لي خصوصيه، لازم يكون في خصوصية. أما نحن ساكنين ببيت قزاز رقم اثنين. إذن حتى لا تؤذي الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذي أحدكم جاره بقتار قدره، لا تآذي جارك بريح طبيخك إلا أن يغرف له منها، إلا أنك تودي له صحن. فإذا كان منهي يحرم أن أؤذي جاري برائحة طبخي، فما بالك بصورة الطبيخ. رقم واحد، قد تؤذي إنسان معهوش. رقم اثنين، وين حفظك لخصوصياتك؟ رقم ثلاث، صيبت العين، والحسد ما هو موجود. يعني في ناس الله معطيه بس هو عينه مش شبعانة، فإحنا من روح ننشر ونقول عملنا وقمنا وحطينا وكذا. طب وصيبت العين؟ طيب بتكيش صيبت العين خصوصيتك، طلع له مش عارف حطه صحن أكل بيصوره كل ما مش هيك. هذا يعني مشاركة الناس في مشاعرك مش دائما بتكون صح، لا مش دائما بتكون صح. فبدأ بصراحة يعني محافظة، والله يعني قد تزول النعم، بصيبة العين. وإذا في واحد لا يؤمن بمصيبة العين مشكلته، هذا مشكلته يعني معمقة، مشكلته مربع تربيع. لكن ومن شر حاسد إذا حسد، فمش كل شيء بنحطه على الفيسبوك وكل شيء بنحطه على وسائل التواصل الاجتماعي. أين معنا اتصال؟ ألو. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. احنا الفكره عنك، انت قلت انك مسيحيه؟ طيب تمام، الله يحييك، يا مرحبا. تمام، احنا على كل حال القبلة عندنا بالأردن باتجاه الجنوب، احنا عندنا القبلة في الأردن باتجاه الجنوب، فأنا بشوف الشمس وين؟ هاي الشرق لو قلنا، وراي بده يكون غرب، شمال شمال، وعلى اليمين جنوب. فأنا لما بدي أحدد القبلة في الأردن بحط وجهي باتجاه الشرق وبصلي لجهة إيدي اليمين، بحط وجهي بالشرق وبصلي باتجاه إيدي اليمين، هاي القبلة. فإحنا القبلة عندنا في الأردن باتجاه الجنوب، هاي واحد. الأمر الثاني، إذا واحد صلى لغير القبلة ثم اكتشف أنه غلطان بعيد الصلاة، ما فات إشي إذا كانت فرض. طب وإذا كانت نافلة؟ لا ما بعيدها، ما بتأثر النافلة. لو صلى واحد لغير القبلة، لغير اتجاه القبلة، ما بيأثر. أما الفرائض لا، بده يكون اتجاه القبلة، فإذا خربطنا منعيدها. الله يرضى عليك ويسلمك. معنا اتصال. ألو، يا مرحبا، الله يحييك، تفضل يا سيدي.
يا مرحبا يا محمد. يعني ماليا المستعان بالله. اي سنه انت الان؟ شو تخصصك؟ مهندس مدني، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طيب بدك تخلي تلفون، قديش رسومك الفصل؟ طيب بدك تخلي تلفونك عندي. اخونا درس بدرس هندسه بسنه ثالثه وعليه رسوم مكسوره، هو والده توفى فما عاد في المعيل، فانت خلي تلفونك عندنا وان شاء الله لعل الله عز وجل يهيئ لك مين يساعدك. يعني عاده في مثل هاي الحالات في ناس بتدخل، فانت بسنه ثالثه ضايل عليه سنتين زمان، ان شاء الله بيخلص، والده متوفي وانكسرت عليه الرسوم، فان شاء الله ربنا بيعين وبيقدرنا على مساعدتك. الله يحييك. معنا اتصال. الو الو دكتور، ما حكم قانون الجذب؟ والله هو كل يوم بيطلع في قوانين جديدة. القانون بده يكون ثابت، القانون يجب أن يكون حقيقة علمية يترتب عليها نتيجة، حقيقة علمية يترتب عليها نتيجة. زي قانون مثلا الجاذبية الأرضية، هذا حقيقة علمية. زي قانون لكل فعل ردة فعل مساوي له في القوة معاكس له في الاتجاه، هذا اسمه قانون له حقائق. أما هذا القانون الجذب ما جذب والتخاطر ما تخاطر، يعني بقدرش أقول عنه قانون، يعني لازم يكون دقيقين. معنى اتصال. يا مرحبا. الضب مش حرام. شو اللي كيف؟ الضب مش حرام أكله. الضب أكله مش حرام. وضع للنبي صلى الله عليه وسلم على مائدة، وضع الضب على مائدة فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فشاوينها الضب ومقدمينه، فهذا باب إكرام الضيف، من باب إكرام الضيف. وبعض العادات العربية أن إكرام الضيف بصيد الضب أكبر من إكرامه بذبح ذبيحة، بذبح خروف. ليش؟ قال لأن الخروف مربوط، اذبح واذبح وسلخ، لكن الضب بده مراكضة لما تجيبه. فبعض عادات العرب أن إكرام الضيف بيكون أن يقدم له ضب تعبان فيه لما جبته، لكن شو الخروف؟ الخروف هي مربوطة هنا، قمت ذبحته وسلخته مرة طبخة. هاي عادات عرب، فإكرام الضيف مبالغة في إكرام بقدموا له الضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له الضب مشوي، قال إني أجد نفسي تعافى، مش قادر أكل، نفسيتي مش متقبليته. فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي. هاي الأكلة ما بنأكلها عندنا بالحجاز، لا بمكة ولا بالأرض قومي، يعني ما تعودنا نوكل الضب. سيدنا خادم الوليد، فإجا خادم الوليد جره من ذيله وقرطه وأكله، فأكل الضب مش حرام. أي نعم، الله يفتح علينا عليكم إن شاء الله، يطعمكم الضب أضبابا إن شاء الله. إلى هون إحنا بنأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر أثير إذاعة يقين. إلى أن نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافاك الله، يا مرحبا. وصلى الله على سيدنا محمد.